السلام عليكم. انا الاسم ديالي رقيه، انا ديجا دفعت للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه وعيطوا عليا في منصه شباب ارغانه تابعه لعماله انسكان ايت ملول. عيطوا عليا في شهر واحد باش نبدا الفورماسيون، شهر جوج وبالضبط نهار 12 2020، وفي ذاك النهار عطى الاوامر ديالو باش تعطى لينا واحد الهيبه من عند جلاله الملك. ملي داز التدشين ما عاودش عيطوا علينا، حنا جيت مباشره من بعد التدشين تم الاقصاء ديالنا بدريعه باننا حنا دوزنا البسيكولوج والنفسيه ديالنا ما قداش باش دير المقاوله، مع انني انا ما دوزش البسيكولوج. تم الاقصاء ديالنا، عيطوا على شباب اخرين باش يدوزوا لي فورماسيون ديالو يستافدوا من الدعم. حنا ملي سقنا الخبر دفعنا شكايات ودخلات الصحافه في شهر واحد من هاد السنه هادي، عاودوا عيطوا علينا وبداو معنا الفورماسيون من الاول، مع اننا حنا ديجا بدينا الفورماسيون تقريبا شي شهرين، شهر واحد وشهر جوج. قادين المسائل ديالي من البيزنس بلون، من فيش تكنيك، من البريزونطاسيون، كامل داكشي قديتو. ملي بينا ندوزو اللجنه حبسونا قالوا لنا نتوما ما واجدينش، يعني الدوسي ديالكم ما واجدش. دوزو 10 الناس وخلاونا حنايا، قالوا لنا السيمانه الجايه غادي ندوزو. لحد الان من شهر 6 نهار 3 لحد الان مازال ما داروا معنا حتى شي حل، مع انني انا قديت، مع انني قديت المقاول ذاتي قبل. ملي دفعت انا ديك الساعات اول مره للمبادره الوطنيه قديت البيزنس هذا، قديت مقاول ذاتي، مشيت باش نقاد البيزنس بلون. خلاوني دابا حتى دازت ليا هاد لاكارت، عاد جايين كيقولوا لي لا راه انت راه ما واجداش، مع انني ديما تنقول لهم راه واجده، راه عندي المسائل ديالي. انا ديك الساعات ملي داك العام درت اجونس دو كومونيكاسيون اون بيبليسيتي باش دفعت البروجي ديالي، ولكن لحد الان مازال ما تسلمناش الهبه اللي عطانا جلاله الملك، يعني عطانا الفلوس ولحد الان مازال ما تسلمنا حتى شي حاجه، وما بغاوش يدوزونا في الليجان، يعني حبسونا. مع ان المسؤولين ديال منصه الشباب وهذا المبادره الوطنيه في العماله اللي تابعه الانسكان، انا ساعه كنطلب بالتحقيق، تحقيق علاش حنا تم الاقصاء ديالنا، علاش تم الاقصاء ديالنا لحد الان مازال ما بغاوش يديروا معنا حتى شي حل. الهبه الملكيه مازال ما تسلمناش بها، داكشي علاش انا كنناشد جلاله الملك يدير واحد البحث والتحقيق، علاش مازال ما تسلمناش من هاد الهبه باش نديروا البروجيات ديالنا. مع ان كاين اللي كاين اللي استفد، كاين اللي استفد، ولكن الاكثريه اللي استفدوا راه بالمعاف، لان للاسف هنايا المؤسسات، ما غاديش نقول اغلبيه ديال المؤسسات، ولكن خص تكون عندك شي معافات ما او تكون للاسف تكون تنتمي لشي حزب ولا شي حاجه عاد استفدت، ما باش تجي تدفع غير هكاك. تقصينا وتظلمنا في هذا الشيء، لان حنا دابا عامين وحنا كنمشيو وكنجيو، بغينا حنا نديروا المشاريع ديالنا، بغينا نخدموا، بغينا نحققوا الاحلام ديالنا، ولكن هاد الناس داروا لنا البلوكاج. لان ندير حتى انا البروجي ديالي بحالي بحال كامل الشباب، لان كامل هاد الشباب اللي حاضرين دابا في التدشين حتى واحد فيهم ما استفد، كلهم تم الاقصاء ديالهم. تقريبا كاين شي 40 واحد، ولكن فيهم حيت كاينين ثلاثه المحاور، كاين محور ديال رياده الاعمال، كاين ديال تحسين الدخل والتشغيل. رياده الاعمال يعني اول مره غادي نديرو حنا البروجيات ديالنا. كان عندنا طموح وفرحنا كاع ملي زاد الملك عطانا ديك الهيبه، فرحنا اكثر، ولكن تقصينا على قبل هذا السبب للاسف. المشكل ما كيذكروش هما ملي حنا كنجي، انا كنجي كنهضر لهم على ديك الهيبه، علاش حنا مازال ما تسلمناش الهيبه ديالنا، تيقول لي ما كاين والو. بان بغينا الحق ديالنا. حضرنا للتدشين، هضر معنا جلاله الملك، تم اللقاء ديالنا مع جلاله الملك وتصورنا معاه، كنا فرحانين بعد اللقاء، وكان حتى هو فرحان وكيسول، حيت هاد المنصه شادينها، شادها واحد الجمعيه
إزارة الأخير أنك الناشد جلالة الملك أو شي مسؤول كيتقي الله باغي الخير لهاد البلاد وخصوصا هاد المنطقة هادي، شي مسؤول كيتقي الله. بغينا حنا الحق ديالنا وأنا ما غاديش نسمح في الحق ديالي، أنا عامل كنتقاتل وباقي غادي نتقاتل.